زي ما انتم بتشاهدوا معنا الآن الساحة الرئيسية في جرش، والساحة الرئيسية تعني بداية دخول العائلات الأردنية، العائلات العربية، الجمهور والسائحين وكل الزوار الذين أتوا خصيصا إلى جرش وتحديدا إلى المهرجان. زي ما انتم شايفين النشاط، هذا النشاط يوميا في مهرجان جرش، وموسيقى والخيل والتنظيم واللقاءات. بقى هنا تلتقي العائلات العربية ويلتقون بفرح، والنور ده بيجي من العلاقات الجميلة والفرحة والبسمة موجودة على الوجوه من أجل قضاء ليلة عربية وأمسية جديدة في مهرجان جرش. نعود معكم ونستكمل معكم فقرتنا لهذه الليلة. مازلنا موجودين في المذبح، وده من الأماكن الأثرية اللي موجودة أيضا في نفس المنطقة الخاصة بمسارح جرش، ولكن خلونا نعود ونحتفي بالموسيقى والألحان. نحتفي بالغناء والموسيقى من خلال المطرب العراقي محمود التركي. مساء الخير، منورنا. مساء النور. وهنحييك جامد قوي طبعا عشان احمد قاعد هنا، ده يعني كل التحيه. وايضا بنرحب بقى بالالحان، لانه مفيش مطرب حلو من غير ملحن رائع، فبالملحن الرائع علي بدر. مساء الخير، منورنا، واهلا بيكم، منورين معانا في بيت للكل. جمال الحاله اللي احنا عايشينها اليوم من الاردن، ان هم كمان عملوا حاله في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا وفي الاغاني تاعتهم في الوطن العربي. مرحب فيكم ونورتونا. خلينا نبلش معك محمود، يعني لما بتحدث عن تجربتك في مهرجان جرش، يعني كيف كانت المشاركة؟ هل كانت هي أول مشاركة لإلك؟ وقديش استفدت منها؟ هو هذه أول تجربة لي في مهرجان جرش. صراحة شيء أفتخر به لكوني أول مرة وأول حفلة لي، وفخور جداً لأن أنا موجود متواجد في بلدي الثاني في الأردن وفي مهرجان جرش. صراحة جدا سعيد ومحضر الجمهوري مفاجآت كلش حلوة إن شاء الله. أنا حابة نسمع عن مشاركتك في جرش، أهمية هاي المشاركة وتواجدكم مع بعض يعني كفنان وكملحن. طبعا شكرا لكم على هاي الدعوة. مشاركتي مع محمود، أنا مشرف على العمل يعني البرنامج اللي حضره من أغاني من تفاصيل يعني راح يأديها على المسرح. فأنا أشرفت على اختيار الأغاني والشغل ومتابعة البروفات وكلها كاملة. أكيد هي يعني فرصة حلوة إنه إحنا نكون متواجدين في مهرجان ضخم وعربي كبير مثل مهرجان جرش، ويعني هاي انا اكون سعيد جدا بيها. واحنا اسعد. الله يحفظك. الله طبعا خلوني، بما انه رحبوا بالبدايه، شافك قالت حطيك مجال بان ترحب بهم اليوم، لاني موجود من العراق حقيقه. حقك. حقي انا اخذ حقك. اليوم يومك. اليوم تحس انه قاعد مع ربعه. حقيقه بالبدايه ابارك لمحمود حقيقه المشاركه في مهرجان جرش، الحمد لله، ونجمنا العرب محمود التركي بتمثيل العراق في هذا المحفل الكبير اللي غنت على مدار الأعوام أسماء مهمة من الوطن العربي، فهذا تكريم وشرف أن بي أن تتواجد في هذا المهرجان. وأيضا وجود علي بدر هذا الملحن الجميل الكبير اللي أغنى الذائقة العراقية بالكثير من الألحان. خليني محمودك والمعلومة المهمة بأن أنت لاعب منتخب قوة كنت. أي صح. وهذه الرياضة بها التزام، صح. أكو تنام من وقت، تمارينك خاصة، كل هذه الأمور، صح. شنو العلاقة بين الرياضة، انضباط الرياضة أو الرياضي أو لاعب منتخب يمثل ألعاب القوى وانضباط الفنان؟ شنو وجه التشابه بينهم؟ موضوع الالتزام، الالتزام هو التزام يعني بكل اختصاص. الرياضة أصعب لو الفن التزامها. الصراحة الرياضة. الرياضة أصعب. الرياضة لأن من كنت رياضة، أنا كنت لاعب منتخب، تعرف اللاعب منتخب يتمرن الصبح وعصر. من كنت أتمرن الصبح لازم عندي وقت للأكل، أكل، لازم أنام، ورا ما أنام أتمرن العصر، فكان وقتي محدود أصلاً، ما نعرف شيء اسمه سهر. موضوع اختصاص الرياضة يختلف عن اختصاص الفن. الالتزام كان أكثر بالرياضة.
بالرياض. بس انا هقول لك حاجه يا محمود، انا يعني بعرف عنك شويه بس مش كتير، وبرده ده الفرصه اللي كنا بنتكلم فيها مع زملائي، فرصه كمان ان احنا نبدا نسمع مطربين العرب الحلوين اللي بيقدموا. فغشيت شويه من احمد وقلت له النهارده انا عايزه يعني وريني حاجات حلوه لمحمود. شفت لك اولا فيديو كليبس حلوه قوي، غنى جميل، طرب صوت، أغاني حلوة متصورة حلو، فيها حاجات حلوة، فيها روح رائعة، فيها شبابية، فيها لسه فيها أصالة، يعني فيها طرب وأصالة. فأنا عايزة نرجع نستمتع، وما عنديش مانع برضو ملحننا علي بدري يقترح عليك الأغنية اللي ممكن نسمعها مع بعض دلوقتي. تمام، إيه رأيك؟ كيف قلت لي عجبك ويشاركك فيها كمان خصوصا ما فيش هوا دلوقتي، نلحق. هي الاغنيه تخصها صح؟ اه طبعا. انا احب اغنيه تدرون ايش قال لي؟ لا لا، اهم حلوه هذه. ضمني. ضمني. ضمن اريد بحضنك انضم واستريح، عشت عالي ورديت بحضنك اطيح، يا غلاتك عالقلب وانت بعيد، ولو موت بغير اسمك ما صيح، لك لو موت بغير اسمك ما صيح، عطرك هوايا صوتك دوايا عشق وحناني ما لا نهاية، ضمني ضمني محتاجك حيل، نجمة جيتك وانت الليل شايني من الدنيا شيل، حبك حبيبي ضمني ضمني محتاجك حيل، نجمة جيتك وانت الليل شايني من الدنيا شيل، حبك حبيبي. الله الله الله، يا سلام. يعني بجد بحييك، كلام رقيق لسه فيه للمرأة شايلني من الدنيا شيل، يعني متشكرين والله جدا. سمعتوا الغزل العراقي. غزل عراقي يعني شديد، عايزين الحقيقة يعني ننشره في العالم كله، شايلني من الدنيا شيل. ماشي. حبك حبيبي. حبك حبيبي يعني. طب أروح فين يعني؟ ماشي ماشي. الواحد مستمتع، مش يعني حابب يسمع أكبر قدر ممكن من هالفن الأصيل. يعني فشايلني من الدنيا شيل، المرأة دايما محتاجة للطبطبة يعني. لبدها من نفسي. لا ياسمين تريدين تسمعين أكثر؟ لا، واحد يغني أغنية الثاني. وسمع اثنين. انا بالفعل يعني انا كنت بشوف فيديوهات، اكيد يعني لازم هلا رح نسالهم. انا كنت بشوف الفيديوهات على اليوتيوب وهم لهم مشاهدات عاليه جدا يعني على اليوتيوب، لما زي ما حكيت هم عملوا حاله جميله يعني فيها روح، فيها حركه، فيها طبطبه زي ما قالت شافكي، وفيها هيك رقه. وطبعا دائما احمد خير سفير لما ينقل لنا الاغاني العراقيه ويسمعنا اياها، وكمان صوته حلو، كمان صوته حلو. تحكي عراقي حلو. تحكي عراقي طبعا. قولي سمعي. علمتهم يحكون عراقي. احنا تهجدنا فيه. استغل احمد صوته كتير حلو. بالضبط. ان شاء الله لازم. بس هو الاستغلال مو هيك يكون، يعني موجود محمود وعلي بدر واغني، لا انا اقرا شعر ممكن وما يغني. هو السفير. يلا يلا مو مشكله اقرا شعر، بس المهم شاركنا. يلا شارككم. اكيد. لا ان شاء الله ان شاء الله تعملوا اشياء مميزه يعني، ونضل نتذكر العراق بهاي الصوره الجميله والمحبه واللي مليانه يعني، هي العراق زي ما احنا دائما بنقول. خلينا نكمل معاكم. اول شيء كنت حابه اعرف يعني بمين بتاثر الفنان الك وايضا لمحمود، مين هو عرابك بالفن؟ قديش بتحس انه في يعني تنقل صوره شخص، او انت صنعت لنفسك طريق مميزه كمان؟ شوفي أني في يعني أكيد كل فنان إلى عراب يعني بالفن، وكو عراب بالحياة. عرابي بالفن أستاذي الكبير محسن فرحان، الله يرحمه. الله يرحمه. يعني كان من المشجعين إلي من البداياتي، يعني كان يأخذ بإيدي ويشجعني ويسمع الألحان مالتي. أما بالحياة فعرابي والدي الله يرحمه. الله يرحمه. يعني هو كان عرابي. بعد شنو؟ بعد ما محمود. لسه محمود. أنا عرابي بال يعني بالصعيد الفني، يعني المرحوم الفنان الكبير رياض أحمد.
الله يرحمه. مدرسة. مدرسة كبيرة، صوت صوت جميل جدا. وبالحياة يعني عرابي، وصراحة يعني من أذكر والدي يعني صراحة لازم أقوف، يعني لازم أوقف. فعرابي بالحياة يعني هو والدي الله يرحمه، فعلمني على كثير كثير شغلات ودعمني بحياتي، وكان شيء كبير بحياتي. هو والدي أنا فرحان. الله يرحمه. الله يحييك على حاجة. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني بغض النظر إحنا في لقاء تلفزيوني، بس إن أنت تقوم وتقف التحية لذكرى، يعني لذكرى العطرة لوالدك الكريم، بجد هي دي العادات والتقاليد اللي كنا بنتكلم عليها في دولنا العربية، ما حدش بيعمل كده أبدا. أنا بجد بحييك من القلب إنك تقوم وتقف كده، ده شيء يعني شفتوا قد إيه عاداتنا حلوة. والدليل وصل للناس بأن هذا الاحترام والتقدير للعراب وللأب يكون فاتحة خير على الإنسان. صحيح. من يقدر هذا العطاء الكبير للأهل حقيقة. صحيح. كل الكلمات تعجز، يبقى يوصل إش ما يكبر يذكرهم الرحمة والمغفرة لهم، ويا رب التوفيق على هذا. الحمد لله والشكر. أنا هذا نجاحي من بعد رب العالمين، يعني رضاء والدي الله يرحمه، ورضاء أهلي وأمي وجمهوري وأصدقائي. وأنا صراحة اليوم أنا بعمان، أنا في الأردن في مهرجان جرش، أنا وياي أخويا وحبيبي وأستاذي، واللي دائما أنا يعني أنا كمحمود أعوذ بالله من كلمة أنا دائما أستعين به بأصغر الشغلات وبأكبر الشغلات، اللي هو أستاذ علي بدر حبيبي. كلش قريب علي، جدا أحب أستمع من عنده، لأن أنا بالوسط الفني أي شيء أحتاجه، أي شيء أريد توصلني مثلا اكتسب خبره اكثر واكثر، فاسال علي بدر فدائما قريب علي حبيبي. الله يديم هاي المحبه لما يكون العمل بينجمع وبتجمع المحبه، بيكون العمل اجمل وبيكون اسهل وبيطلع منه اشياء احلى. الاجمل من الاجمل بعلاقتنا انا هو انا وعلي بدر، احنا لحد هاي اللحظه انا ما عندي عمل من الحان علي بدر، ما مشتغلين ما اي عمل على فكرة. ما مشتغلين اي عمل، بس انا يعني دائما يعني متواصل وياه، ودائما يستشيرني، دائما ياخذ رايي، دائما يعني انا انطي ملاحظاته. وشوفي هذا الشيء الحلو، انه هو احنا انا ما جاي على مصلحه وياه يعني مثلا، ولا هو على مصلحه. بالضبط. احنا تجمعنا الاخوه والمحبه ومصلحته بالفن، انا اريده يكبر بالفن. شو حلو الانسان لله. يتمنى للاخر النجاح بدون اي هدف. وهذا الشيء قليل اليوم. انت قليل. شخص ما عندك مصلحه وياه، شخص يخدمك، شخص داعمك، شخص وياك دائما. محمود يعني احنا بدبي اثنيناتنا، هو قبل اجى لعمان، هو احنا بدبي هو كتب لي لست من اغاني محمود، لازم تغني هيجي مهرجان جرش. واحنا بالنتيجه يا محمود اريد تطلع بصوره حلوه. طبعا شي اول شيء مهرجان كبير مثل مهرجان. طبعا ثاني شيء اكو شيء اسمه العراق. طبعا يعني احنا طبعًا. العراق ما اخذي انا وين ما نروح اريد نطلع باحلى صوره. طبعا يعني مو كافي، احنا مرينا بحروب ومرينا بصراعات ومشاكل وكذا، احنا نريد ننقل الصوره الحلوه. والله العراق جميل، العراق يخضل، وصح الاعلام شويه ضخم الامور يعني، لكن العراق جميل، والعراق ولاد بالفنانين والرياضيين والمبدعين في كل شيء. وراح تبقى العراق صامده وواقفه وشامخه زي ما تعودنا عليها من اول. العراق ان شاء الله. وانا هذا البرنامج بيت للكل صراحه، اني من يعني من اكثر متابعين هذا البرنامج قايل له اني الاستاذ احمد. صحيح. اقول له ليش؟ لان احسه يوحد الصف العربي، احسه يجمع العرب بيناتهم، يعني يخلي اخوه ومحبه. بالضبط. وهو هذا الصح. انا مرات اصلا اقول ليش انا اروح مثلا للاردن او لدبي او كذا، اشوف او مصر، اشوف الناس كلها تحتضني وتسلم علي وتبوسني، اقول يعني هاي المحبه الجميله. ليش احنا بالاعلام دائما اكو صراعات، وهذا يكره هذا يكره، لا ماكو،
والله العظيم انا دام الاعلام الاصفر صدر اشياء ما موجوده بالعراق. واحنا بحاجه المحبه اليوم. بالضبط. بحاجة الحمد لله والشكر. صحيح. ودعونا ان شاء الله كنا نروح الى فلسطين يا رب. والله فلسطين تنور فيكم. وانت كمان كان ان شاء الله يا رب الامن والامان. يعني كان لك مشاركات مع الفنان محمد عساف. طبعا احنا نشكرها اكيد لنا. انا على فكره انا العفو انا لحنت لهوايه مطربين من فلسطين يعني. بس كانت نجاحي ويا محمد عساف بعلي الكوفية هو الأبرز. أكيد أكيد. طبعا الآن إحنا متواجدين زي ما إحنا شايفين وسامعين وأكيد أنتم سامعين إنه بلشت الاحتفالات الآن والزوار لجرش بلشوا يتوافدوا على الاحتفاليات. ملحن علي بدر أكيد كنا نحكي وراء الهواء إنه لك فترة طويلة عايش في الأردن. فهذا بيسعدنا وهذا بيتك وهذا مكانك وأهلك. لكن مع مين تتعاونت مع الفنانين الأردنيين؟ في تعاون كان؟ والله أنا تعاونت تقريبا ويا 90% من الفنانين الأردنيين. يعني على رأسهم الفنان الكبير عمر عبد الله، فنانة النجمة ديانا كرزون، حسين السلمان، سعد أبو تاي، حسام ووسام فرقة اللوزية. تعاملت مع والله كثيرين يعني ما يحضر. المرحوم متعب السجار عندي نجاح وياه في أغنية على قلبي. يعني وحق راسك العالية أردن والله. يعني هذه الأغنية من هاي الأغنية لامست قلوب كل الأردنيين. بالضبط. أنا هاي أحبها كثير أحبها الأغنية. واشتغلنا أنا والشاعر الكبير ماجد ريقات. وغنى معاه جبنا الفنان محمد عبد الجبار غنى معاه مع متعب السجار في هاي الأغنية. نعم. أيضا محمود اليوم نتحدث عن حقيقة مسيرة حافلة بالنجاحات. أنا ما شاء الله يعني واحد لما خشب يدق الخشب لأن اختياراتك تكون دقيقة. وأيضا حرص المقربين من يجد واحد مثل أستاذ علي بدر بمحبة ودون مقابل. هاي نعم من الله سبحانه وتعالى. هذا الجميل. اليوم الفن هو رسالة مهمة. أنت من شبابنا اللي وصلوا الأغنية عربيا حقيقة. نفتخر هذا نجاح كبير. اليوم برأيك شنو مجساتك الخاصة حتى تعرف يعني هذا الأعمال جيدة أو ممكن يفرض عليك ناس سيء ويقولوا لك غني بهذا الوقت لأن الشارع محتاج كذا أو المستمع محتاج هذه الطريقة من الغناء؟ صراحة أنا دائما أحكيها باللقاءات أقول الاختيار مهم. اختيار. جدا مهم الاختيار. أهم شيء الاختيار الأغنية. يعني إحنا علاقتنا أنا وعلي بدر يعني كلش طويلة زين. مثلا أقول له علي مثلا ليش ما تسوي لي ليش ما تسوي لي أغاني يا أخي أنا مثلا أريد أغني شيء ألحانك. يقول لي محمود أنا صراحة ما أقدر أسوي لك أي أغنية. بالضبط. يقول لي محمود لأن أنت يقول لي أنت محمود عندك نجاحات واختيارك صعب. وأني بيقول لي بعد يعني أنحس من عندك أريد أسوي لك شيء. بس أنا اكتشفت بيه شغلة هسه اللي هي رحنا بدبي قاعدين ببيته. فقال علي خلني اشتغل. قلت له يلا. قال خابر ضياء الميالي شاعر. أجي ضياء تحياتنا تحياتنا له دي يكتب الأغاني. فمطيت اني احنا بلشنا باغنيه الحاني. هو حب اللحن قال لي علي اللحن هذا اريده خلاص. أيوة خلي ضياء يكتب الكلام. قعد ضياء كتب الكلام. بالضبط. 20 مره غير الدخول. اي والله كل شويه. وقال لي لا مو هذا الكلام لا مو هذا مو هذا. هو كلش حريص على انه يطلع المفرده صح الكلمه. وبالفعل بالنتيجه طلعنا بكلام يجنن واللحن طلع حلو. ان شاء الله نسجله قريبا بانتظاره. اضافه الى هذا العفو هو عنده لحنين طاهن ضياء كتب له. همي أنا آني 4 ساعات قاعد برا انتظره هو ضياء قاعدين جوا بالغرفة. قلت له أدري. أقول لك محمود صار 4 الصبح أنا بعدنا مو ضياء ما ينكر يعني الشاعر ضياء الميالي يعني مثلاً قوة تلزم اللي متواجد أي متواجد ويمك بالبيت فرصة أي فرصة حلوة. لا أنتم بتكلموا عن الفن الجيد اللي هو للمطرب عايز يقدم أحلى كلمة وكمان الالحان لازم تكون مواتيه لاحلى كلمه. مصلحه للكل. انا هنا يعني عايزه مثلا كده اسال سؤال. يعني احنا يعني المطرب اللي بيخرج في هذه الايام في العالم العربي تحديدا زي ما عنده القنوات الرئيسيه زي مهرجان حفله بيعمل كليب ده متاح. لكن كمان بقى مكان السوشيال ميديا بقى يقدر كمان المطرب هو قاعد في البيت كده طق في دماغه يغني أغنية يغنيها والأغنية تعمل مشاهدات عالية جدا وربما أحيانا تكون أعلى من أغنية قاعد يحضر ليها كتير قوي. صايرة يعني ده بقى يحصل. فهل ده بيساعدك دلوقتي ويساعد الأغنية العراقية إنها توصل بشكل أسرع إلى العالم العربي
وشكل المنافسه بقيت شايفه ازاي؟ يعني شايف وجود الاغنيه العراقيه في المنافسه العربيه بقى عامل ازاي؟ هي مو جديده على الفن العراقي. الابداع والنجاح والاغاني الضاربه صراحه مو شيء جديد، يعني من زمان، من ايام ناظم الغزالي، ناظم الغزالي، سعدون جابر، محمد القبنشي، كاظم ساهر، ماجد المهندس، واحنا ان شاء الله احنا من مسيرتهم ان شاء الله نكمل المسيره مالتنا باحلى صوره، وعندنا رساله ان شاء الله نقدمها بشيء مشرف، بشيء حلو. بس انت جبتيها على اللي يعملون اغاني سريعه في البيت وتشك ضربت عنده، هذا اخطر شيء. صحيح، وراها ايش راح يسوي؟ شلون يحافظ عليها؟ وراها ايش راح يسوي؟ شلون راح يحافظ؟ النجاح مو باول اغنيه، النجاح ان انت شلون تكمل الاغاني. النجاح سهل اللي لكن شلون تستمر وتحافظ على النجاح؟ هو دائما عندنا فكره الاستمراريه، النجاح هي اصعب شيء في، وكمان بحاجه لجهد مضاعف عن كل مره، عن كل جهد. انا من نزلت اغنيه راحتي النفسيه، الاغنيه راحت النفسيه جابت بوقتها يعني 300 مليون والناس لليوم تسمعها، والناس لليوم حاببتها. وراها يعني بعض العالم يعني قالوا لي مثلا محمود ايش راح يسوي؟ محمود ايش راح يكمل؟ انا عندي قبلها وسويت بعدها، بس من سويت بعدها سويت يعني يقول لك لو تسوي مستواها، لو تسوي اقوى من عندها، تحافظ على نفس الليفل. إيه سويت مستواها، سويت اللي مثلا توقع على الجرح، سويت كلش قطعت وياي، اهم جاب هذني اشمك هاي بالجديد. بس بعدين ورا هذني الاغاني سوينا اغنيه تعال. صح اغنيه تعال ضربت ايضا، يعني صراحه ضربت، انا اقول لك ضربت عالميا، ضربت عالميا. صح. لان احنا اصلا وصلتنا فيديوهات تغنت غير لغات من الفرقه الكوريه، واكو فرقه هنديه، فرقه اجنبيه غنوها. فاغنيه تعال ضربت عالميا، ورا اغنيه تعال صارت المسؤوليه كلش كبيره. فقلت شرح شنزل شو اسوي؟ قالوا ايش راح اسوي؟ فلله الحمد المسؤوليه تكبر. صح. كملت باغنيه ضمني، ورا ضمني كملت باغنيه تدرون ايش قال لي، وراها كملت اشمك اللي هي يعني مو اخر اغنيه، ولا هي يعني اخر اغنيه اللي عملت لي مشاهدات باليوتيوب اللي هي 133 مليون ما شاء الله. الحمد لله. استاذ علي كمان يعني انت كنت من الاشخاص المميزين اللي تعاونوا مع فنانين فلسطينيين زي ما انت حكيت، واغاني يعني جزء من الذاكره والتراث الفلسطيني مثل علي الكوفيه زي ما انت حكيت. وكنت اول من عمل اوبريت ب 2003 بعد 2003 للعراق. صح، للعراق. اليوم يعني وين هاي الحاله الجميله من الوحده العربيه؟ هل راح نشوف لك اعمال مميزه كمان مشاركات فلسطينيه ومصريه واردنيه؟ اتمنى اذا اجاني الدعم، لان احنا تعرفين هذا الاوبريت يحتاج لدعم. اذا لقينا الدعم المناسب اكيد راح نشتغل، ولا انا كيف اشتغل اوبريت عربي لكل من كل بلد من الوطن العربي، يعني كل بلد مطرب يغني ونقدمه للناس مثل الحلم العربي بنتقدم وغيره. فان شاء الله يعني انا دا اسعى لهذا الموضوع، بس نلقى الدعم ان شاء الله راح نبلش به ان شاء الله. ان شاء الله. تجاوزت محمود الفن لاشياء كمان، وتعاون عندنا في الاردن مع هيئه تنشيط السياحه على ما اعتقد. مزبوط. شو وجه التعاون؟ والله صراحه غطينا السياحه في بلد الثاني في الاردن، وجدا فرحان واكتشفت اماكن جدا جميله. ورا ما اكتشفنا هذه الاماكن الحلوه وغطينا السياحه صراحه، عملت فيديو كليب صورت فيها الاردن. فيديو كليب، وان شاء الله ينعرض قريبا شهر التاسع. هذا التعاون مع تنشيط السياحه؟ لا، هذا ورا ما تعاونت ويا التنشيط السياحي. هذا تعاونت مع المخرج، تحياتنا لتقي سعاده، وسوينا كليب جدا جميل. ان شاء الله ان شاء الله. حقيقه احنا تمنينا بان يكون الوقت اطول وياكم بالحوار، بما انه الفعاليات بدات اكيد احنا وياكم ايضا الفنان يحضر جزء من الفعاليات حتى يشاهدها.
خلوني في نهاية يعني هذا اللقاء أشكر نجومنا العراقيين ونجومنا العرب حقيقة. محمود التركي أتمنى لك كل التوفيق، ورفعت رأس العراق بتمثيلك مهرجان جرش والفن الشباب العراقي المتزن والملتزم. نورتنا وأتمنى لك كل التوفيق يا رب. أنت النور، وشكرا لدعوتكم الحلوة. نورتونا والله، وأنا أحس صراحة يعني بلدي الثاني. وأيضا علي بدر ملحن العربي ونجمنا الكبير، يعني كل الشكر كل التقدير لحضوركم أيضا ومشاركتنا في برنامجنا العرب بيت للعرب، وأصبح حقيقة بيت للعرب بتواجدكم اليوم في جرش. شكرا لك وللجميع، يعني شكرا لكم، وإن شاء الله ما نكون ثقيلين عليكم. خفيفين ظل أصلا. احنا بنشكركم جدا، نورتونا خلص أصلا. ودايما الأغنية العراقية كذا تبقى وصلة لينا وتعبر عنا كمان كعرب. نشكركم شكرا جزيلا.